أنا باش نتحدث في العموميات، مخاطر تمرير والمصادقة على هذا القانون على مسار العدالة الانتقالية، وعلى ممكن حتى تشويه سمعة تونس على المستوى الأوساط الدولية. إن شاء الله ما نبقاش ما نكونش سطحي، تعرف وقت اللي يكبر الواحد يولي فلت شوية، خاصة وقت اللي يكون محامي. إن شاء الله نكون نأدي معناها المهمة متاعي كما يجب. في المتداخل الثاني هو السيد أنطونيو مونغانيلا، ممثل محامون بلا حدود بتونس، سيتحدث عن عدم دستورية قانون العدالة الانتقالية. ومعناها النقطة الثانية اللي باش يتناولها، كيف أن هذا القانون يتعارض مع أهداف العدالة الانتقالية. ثم في المتداخل الثالث سي كريم عبد السلام باش يدخل في تهميش الضحية في هذا القانون، والحال وأنه الضحية هي المحور الأساسي للعدالة الانتقالية. ثم باش يختم سي محمد كمال الغربي، رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، باش يتحدث على خرق القانون لخرق مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لقانون العدالة الانتقالية. إذن في العموميات أبدأ بقسم رئيس الجمهورية، وعندنا رئيس الجمهورية وقت يصرف يصرف بالجملة. أقرأ عليكم القسم. ليش هو 75؟ أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها وألتزم بالولاء لها. مشروع القانون المصالحة الاقتصادية يخرق الدستور، هذا ما شفتش حدث عليه أنطونيو، يخرق التشريع قانون العدالة الانتقالية، ولا يراعي مصالح البلاد، بل يراعي مصالح فئة معينة وطبقة معينة، ويهمش حقوق الضحايا. فكيف تكون هالمبادرة هذه صادرة عن رئيس الجمهورية اللي هو محمول عليه بمقتضى الفصل 72 باش يكون حامي للدستور وحامي لعلوية القانون، تتأكدوا وأنه مدى خطورة هذا المشروع. المشروع المعروض على المناقشة هو المشروع القديم الذي اقترحه رئيس الجمهورية ولا أعلن عليه منذ 20 مارس 2015، والذي لاقى كما تعلمون معناها تصدي كبير من المجتمع المدني الوطني، وكذلك من المنظمات الحقوقية الدولية. ولهذا السبب وقع العدول عن مناقشته في مجلس نواب الشعب، ولم يطرأ أي شيء جديد يبرر إعادة طرحه من جديد. وفي الحقيقة عند مقابلة رئيس الجمهورية أنا وأحد أعضاء المكتب التنسيقية الأستاذ أنور الباسي، وعدنا بأنه كرجل دولة يحترم الدستور ويحترم القانون، قانون العدالة الانتقالية، وأنه لن يقوم بأي شيء يعرقل مسار العدالة الانتقالية سوى إذا تجاوزت هيئة الحقيقة والكرامة صلاحياتها، فإنه سيتصدى لذلك. مع الأسف تراجع عن ذلك، خاصة بعد المساندة اللي جاته من طرف السيد راشد غنوشي، واللي فيه في الحقيقة أخطر من مبادرة رئيس الجمهورية، باعتبار وأن السيد راشد غنوشي دعا إلى
المصالحة الشاملة. هذا التراجع أنا بالنسبة لي أنا تراجع خطير، لأنه باش نرجعوا إلى معناها نظرة رئيس الجمهورية للعدالة الانتقالية، نظرة متاعه الأولية، وأنه العدالة الانتقالية لا مجال لها، ومن المفروض وأنه نطوي صفحة الماضي من غير ما نقرأها ونمر إلى بناء المستقبل. اختيار التوقيت الزمني في الوقت هذايا يذكرنا بالممارسات اللي كانت تصير في برلمان بن علي في أوقات العطلة الصيفية، أوقات التراخي، نمرر القوانين التي يصعب تمريرها في الوقت العادي. كذلك بالنسبة للنواب، نوعا ما من الإرهاق، حالة إرهاق، مسألة هامة كما مسألة العدالة الانتقالية يطلب منهم النظر والبت فيها والمصادعة على القانون في ظرف وجيز. هذا دليل وأنه مسار العدالة الانتقالية يراد أن يدفن لا من طرف رئيس الجمهورية فقط، لكن كذلك إذا وقعت المصادقة من طرف مجلس نواب الشعب. طلب التعجيل في النظر في قانون المصالحة الاقتصادية يتعارض كذلك مع واقع البلاد. هيئة الحقيقة والكرامة كانت إلى حد ما محل الجدل، لكن لاحظت في المدة الأخيرة وأنه هنالك ثقة أعطيت لهذه الهيئة من طرف الضحايا، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المنظمات التي طالتها الانتهاكات في الفترة اللي تتعلق بها العدالة الانتقالية من 55 إلى 2013، بحيث لا مبرر الآن. وأن هيئة الحقيقة والكرامة بعد ما استرجعت ولا بعد ما نالت ثقة الضحايا، عوض أن ندعمها نجيو اليوم نعطيه قانون، وإلا نطرحه للنقاش قانون ونطلب المصادقة على قانون باش نوعا ما ينصف المسار، وخاصة يفتك جزء من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة. قلت أنا باش نبقى في العموميات، أما نحب خاصة نتعرض للفصل 2 من المشروع القانون القديم اللي كما قلت هو اللي هو محل المناقشة، لأنه هما حتى بطريقة نوعا ما نجم نكون غير أخلاقية. هنالك نسخة معدلة معناها أعدتها رئاسة الجمهورية ونشرت حتى في الصحف، ولو أن النسخة هذه ظاهريا تبقي المصالحة الاقتصادية من مشؤولات هيئة الحقيقة والكرامة، أما في الحقيقة هي تحدث هيئة موازية خارج إطار العدالة الانتقالية، باعتبار الهيئة اللي تحدثها هذه النسخة المعدلة لا نظر ولا سلطة لهيئة الحقيقة والكرامة عليها، بل تعمل بصفة مستقلة. الفصل 2 من المشروع القديم يتحدث عن إعفاء الموظفين الذين قاموا بالانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان خاصة في الأمور المالية، ولم يتحصلوا ولم لا على رشوة ولم يشاركوا في فساد مالي. معناها ظهروا هالأشخاص هذوما كاينيش ضحايا، موجودين في الإدارة غير قادرين على أخذ القرار. وبالنسبة لي أنا الأمور ولت معكوسة، علاش هالمسؤولين هذوما السامين في الدولة اللي معناها كما تقدموا رئيس الجمهورية ما شاركوش في الفساد وما خذاوش رشاوي، من شنو خايفين؟ من حاجة ما قاموش بها؟ هذه أمور معكوسة، وخاصة نرى أنا بالنسبة لي أنا
تقديم المسألة بهذه الكيفية هو طرح مغلوط، على أساس أن الموظف السامي ومخالفة خاصة الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي جلب يعاقب، لا فقط الذي جلب منفعة لنفسه لكن الذي جلب منفعة لغيره. مثال: موظف سامي حول وجهة صفقة عمومية أرسات على مؤسسة معينة، وبناء على تعليمات جاته من القصر أو من غير الناس النافذين، حول وجهة هذه الصفقة إلى مؤسسة أخرى، بحيث جلب منفعة وخالف القانون وجلب منفعة للغير بدون وجه شرعي، وهذا يعاقب الفصل 96. اثنين: الموظف اللي خالف القانون اكتسب منفعة مباشرة شخصية، وأنه حافظ على مركزه، معناها هذا في أسوأ الحالات، وممكن وأنه معناها يتحصل على طريقة إذا معناها كانت المعاملة وتوجيه الوجهة إلى شخص معناها نافذ في السلطة، بحيث تقديم المسألة وأنه راهو عندنا 7000 موظف الآن في الإدارة التونسية غير قادرين على أخذ القرار نظرا وأنه ما شاركوش بالفساد المالي وما خذوش الرشاوي، هي معناها نوعا ما تقديم مغلوط، وبالنسبة لي أنا خاصة ينسف فلسفة العدالة الانتقالية، في أنه قانون العدالة الانتقالية احنا ما نشطلبين نصب مشانق، قانون العدالة الانتقالية يكفي لهذا الموظف أن يأتي ويعترف بالانتهاكات التي قام بها حتى يعيننا على كشف الحقيقة وتفكيك منظومة الفساد حتى لا تكرر مستقبلا، ثم فيما بعد ذلك يعتذر وتأتي المصالحة تتويج لهذا المسار كامل. أما نجيو ونقولوا كأن شيئا لم يكن ونرجعوا الناس اللي كانوا هما سبب في الخراب على أساس ما اكتسبوش منفعة شخصية، هذا أنا أراه طرح مغلوط. ولهذه الأسباب أنا نقول وأنه بطرح قانون المصالحة الاقتصادية على النقاش مرة أخرى، رئيس الجمهورية يرجع إلى موقفه الأصلي في رفض منظومة العدالة الانتقالية بصفة عامة، وخاصة كما قلت وأنه باش نوليو نشرعوا للفساد، وهذه أمور كيف تكون صادرة على رئيس الجمهورية أمور خطيرة جدا. وبطبيعة الحال ومع الأسف مع هذه الأغلبية المغلوطة اللي سماها العميد الصادق بالعميد بالعيد أغلبية ضد الطبيعة، معناها اللي نتوقعوه وأنه إذا ما يكونش التصدي لهذا القانون مثل ما وقع سابقا ما يقعش اتحاد وتوحد جميع الأطراف اللي تعتبر هذا القانون نفس المسار العدالة الانتقالية، اللي نتوقعه أنه باش نرجعوا للممارسات السابقة، ورغم الظرف الوجيز هذايا راهو باش يقع تمرير القانون. المشروع هذايا لا فقط احنا كمكونات مجتمع مدني رافضينه، لكن تتذكروا التحليل اللي قام به رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية عندما طرح القانون، وهذا الطرح وهذا التحليل لازال سريع المفعول. كذلك تجدون في الملف الذي سلم لكم تحليل معناها ضافي وشافي للسيد بابلو دوغريف المقرر الخاص، تجدونه وهو تحليل قيم. أترك لكم المجال، معناها مانيش أنا باش نحلوا توا، نخلي لكم أنتم المجال تقرؤوه. أمام هذا الوضع وهذا الوضع الخطير واللي نعتبره احنا نوعا ما إعلان للرجوع إلى الممارسات القديمة وبدأ في ممارسة الانفراد بالقرار رغم إرادة الشعب ورغم المصلحة العامة، احنا نأمل
وأن لغة العقل ولغة الحكمة هي التي تتغلب. نأمل وأن أولاً رئيس الجمهورية معناها يقوم بسحب هذا المشروع. إذا لم يقم بذلك نأمل وأن نلقاه لدى مجلس نواب الشعب أذان صاغية حتى لا يصادق على هذا القانون. تبقى من حبوش نبقاه في موقف النقد وموقف الانتقاد. التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية كانت عرضت على السيد رئيس الجمهورية تصور كامل لإنقاذ وتصحيح مسار العدالة الانتقالية، يتلخص في تنظيم ندوة نقيم فيها ما هنالك من إيجابيات في مسار العدالة الانتقالية، وموجودة الإيجابيات، نقيم فيه ما هي السلبيات، ثم نخرج بتصور مشترك معناها تلتزم به جميع الأطراف المتداخلة في العدالة الانتقالية: السلطة، هيئة الحقيقة والكرامة، المجتمع المدني، وبطبيعة الحال المجتمع الدولي اللي هو يساند في المسار. نحب ننبه إلى خطرين. الخطر الأول على المستوى الوطني، وضع البلاد تعرفوه، الاحتجاجات الاجتماعية تعرفوها. أنا نخشى وأن هذا القانون حتى لو قع تمريره الآن في الرجوع بعد العطلة الصيفية، وأن هذا القانون يكون أحد أسباب في أن تونس تدخل في حالة من الفوضى وحالة من الاحتقان، وإحنا هذا اللي نحبه نجنبه للبلاد. كذلك على المستوى الدولي، سواء في على مستوى المنظمات الحقوقية أو على مستوى الدول، وعلى مستوى خاصة المؤسسات المالية، نخشى وأنه ينال هذا القانون من سمعة تونس وينقص من مساندة هذه الأطراف لهذا المسار اللي نحبوه بواسطة العدالة الانتقالية، وهي آلية وآلية مهمة في المساهمة في الانتقال السلمي والسلس نحو الديمقراطية. قلت إن شاء الله هالخطرين نتجنبوه. نحب نختم بتساؤل، ولا يمكن تشنشينا. الفصل 148 وهذا اللي باش يتحدث عليه أنطونيو، الفقرة التاسعة في جزئها الأول واضحة وواضحة جدا ولا تدعو لأي تأويل، وهي تنص على أن الدولة تضمن منظومة العدالة الانتقالية في حاجتين: في مدتها من 1955 إلى تاريخ صدور القانون في 2013، وفي جميع مجالاتها. الجرائم المالية والاعتداء على المال العام والفساد المالي هي من بين مجالات اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة ومشمولات قانون العدالة الانتقالية. بنفس الدرجة كما ما نجموش نقسم المدة توا من 55 إلى 2013، رغم اللي تلقاه توا في تحليل السيد بافلو دوغراف، وأن المدة هذه طويلة، وأن صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة معناها واسعة جدا، وممكن ما هيش قادرة باش تتمم المأمورية متاعها على وجه أكمل. لكن على الأقل من الناحية الدستورية الفصل هذا واضح. الجزء الثاني من الفقرة الثانية من الفصل 148 يتحدث على أن هيئة الحقيقة والكرامة لا يمكن معارضتها بجملة من المسائل. بما في ذلك الحسنة، رئيس الجمهورية تمتع بمقتضى يظهر لي الفصل 87 بحسنة في كامل المدة الرئاسية، والفصل 148 الفقرة الثانية من الجزء الثاني من الفقرة التاسعة
وأن هيئة الحقيقة والكرامة لا تعارض بالحسنة. نفترض جدلا وأن رئيس الجمهورية ارتكب انتهاكات تدخل في مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة، إذا حرنا في تفسير الجزء الأول اللي هو واضح ولا يدعو لأي مجال للتأويل، كيفاش باش نعملوا في هالفصل الجزء الثاني فيما يتعلق بالحسنة؟ وشكرا، وأحيل الكلمة إلى السيد أنطونيو ليحدثكم عن عدم دستورية القانون وعن أن القانون هذا مخالف لروح ولفلسفة العدالة الانتقالية تبقى منظمها القانون عدد 53. تفضل سيدي.